يعني المهمة الأولى تدشين خمس مشاريع، منها استاد هون واستاد في الفارعة ومقر للاتحاد وأكاديمية عصرية وانطلاق فضائية رياضية فلسطينية، وأيضا الإعلان عن نشر كتاب يوثق 100 عام من تاريخ الرياضة في فلسطين وفق أرشيف الفيفا. والشق الثاني من الزيارة اللي هو الانتداب اللي حصل عليه بلاتر من الكونغرس لمعالجة القيود الإجراءات التعسفية اللي بمارسوها الإسرائيليين بحقنا، كمقدمة للتوجه في العام القادم للكونغرس بالفيفا وعرض إما أن يكون هناك فعلا إقرارا إسرائيليا بقوة الفيفا بوجود كيان رياضي وطني فلسطيني يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الجمعية العمومية، أو أن يكون هناك عقوبات على إسرائيل واللي رح توصل درجة تعليق عضويتها. الإسرائيليين ما بيقدروا يستمروا أنهم يستمتعوا بامتيازات الفيفا وبنفس الوقت يحرموا الفلسطينيين من الحد الأدنى من الحقوق اللي هو حرية الحركة وممارسة الرياضة على أرضهم وفق قوانين ومواثيق إحنا كفلسطينيين يعني ملتزمين بها. الزيارة المهمة لرجل مهم على مستوى العالم سيد بلاتر رئيس الفيفا وسمو الأمير علي بن حسين أيضا رئيس الاتحاد الآسيوي، مهم جدا للرياضة الفلسطينية وللسياسة الفلسطينية، دعم للسياسة الفلسطينية. بالتأكيد احنا بدورنا كل مؤسسات محافظة الكريم تشكر ضيفنا الكريم على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه المتواصل للرياضة الفلسطينية وللموقف الفلسطيني وللحق الفلسطيني على مستوى العالم كلياته. يعني احنا بالتأكيد سعيدين بهذه الزيارة وإن شاء الله تكون زيارة ناجحة، ونتأمل لمزيد من الدعم والمشاريع لوطننا ولرياضتنا ولشبابنا إن شاء الله.